السلام عليكم اخواني الكرام المتتبعين القناه ديال جمال العقارات المغربيه، مرحبا بكم وبارك الله فيكم. كنشكركم على التشجيع ديالكم. هذه واحد 3 هكتارات في الكاموني، 3 هكتارات في الكاموني سيدنا المحلوي، تبعد تقريبا من الكاموني بواحد 10 كيلومتر على القدرون، وكتدخل بيست واحد الكيلومتر تقريبا. هاد 3 هكتارات مقسمة، كوتي تر بوحدو، كوكتار فيه تيتر ديالو بوحدو، خرج التيتر ديالو بوحدو، كوكتار خرج التيتر ديالو بوحدو. ما كاينش اللي كيدير، كاين الناس اللي ولات سكن ليها من ناحية تبارك الله، شي حاجة ممتازة. موجود تحت البيست هنا كاين السكان العبتي، الفيرمات ديالو، يعني الفيرمات ديالو هنايا. كل هكتار عنده التيتر ديالو بوحدو، يعني دايرين لي ميزاجور مقسمين المسافات ديالهم وتيتر بوحدو، وهذا هو. وشكرا.